مثل ما قلت لك إلي صديق محامي، رح خليه يستلم قضية جوزك ويدافع عنه. أنا رايحة. لوين رايحة؟ رايحة مشوار ما بتأخر. عم قلك لوين رايحة؟ ليش ما راحت على جامعتها اليوم؟ مقهورة على أبوها. فالمهم أخي، أنا اليوم ضروري شوف هذا رفيقك المحامي. أنا هلأ رايح لعنده على المكتب، باخده مروح على جنائية مشان يوكله عصام. إيه مو ضروري هو يوكله. شلون مو ضروري أختي شلون؟ ما هو المتهم؟ قبل ما يوكله بقضيته بدي إياه يخلعني منه. شلون شلون؟ بدك تطلقيه؟ إيه بدي أتطلق منه وبسرعة كمان. طيب ونا نعرف بالأول إذا التهمة اللي لابسته صحيحة ولا كذب؟ التهمة صحيحة، مثل ما عم قلك أخي هو عاملها. ولو كان مفروض نستنى ليخلص التحقيق. أنا ما بدي استنى، شو ما عم تفهم علي؟ رؤي شوي، رؤي علي أختي وصدقيني. أنا ما بدي صدق حدا. والله وحياتك عندي، إذا طلع هو عامل هيك عاملة، أنا بنفسي لطلقك منه وما خليك تعدي عنده ولا ساعة. الحقيقة يا أنسة فرح، أبوك كان غامض كتير بتصرفاته. غامض؟ كيف يعني فهميني؟ يعني تصوري من كل اللي بفوتوا لعنده أنا ما بعرف حدا منه، وهو بيتقصد ما يعرفني على حدا. أنا كل اللي بدي إياه إني أتعرف عليه لحتى أعرف كمل شغلي. وأنت شو لك شغل مع رفقات البابا حتى يعرفك عليهم واحد واحد؟ مو لازم أعرف مين بفوت لعنده ومين بيطلع لأعرف لك مين صديقه ومين عدوه؟ بلا لازم تعرفي. مشان هيك لو الأستاذ عصام عرفني على هاي البنت اللي راحت اشتكت عليه كنت قلت لك اسمها الحقيقي ووين ساكنة. شو قصدك بهالكلام رشا؟ ما قصدي شيء، قصدي اقول لك انه انا كنت لازم اعرف مين بفوت لعنده ومين بيطلع من عنده. يعني قصدك انك ما بتعرفيها ولا بتعرفي وين ساكنه لحتى نكشفها لهالكذابه؟ يا ريت كنت بعرفها، كنت اخذتك لعندها وخليتها تتنازل عن الدعوه اللي وجهتها ضد الاستاذ عصام. هي كذابه مو هيك؟ اكيد كذابه، لاني انا طول ما كنت اشتغل عند الاستاذ عصام بحياته ما عمل معي شغله غلط. رشا كلامك هذا كتير طمني. طمني أبوك على سلامته، وأنا ما بصدق إنه ممكن يعمل هيك ولا رح يعمل هيك، لأنه اللي بيعمل هيك عمله بيكون ما عنده أخلاق. بدي إياك تقولي هذا الكلام للقاضي مشان نسبة براءة بابا، أنا رح أطلبك للشهادة. إيه أنا مستعدة أروح معك وبشهد للقاضي بأخلاق السيد عصام، وإني من وقت ما توظفت عنده ما شفت منه إلا كل خير.